رحنا اليوم قصف في جسر شغور بكرام يخصف المخيمات. رحنا اليوم ما أنا مأمنين، رحنا كل يوم في الديري كل يوم في الضيعة. رحنا بدنا نرجع على بلادنا، بدنا نرجع على بلادنا. بكرة طيران الروسي بيضربنا، اليوم ضرب بالجسر، اليوم راح الأطفال. تفاجأنا بالمجزرة التي حصلت اليوم منذ قليل بمجزرة اليعقوبية بجسر الشغور. أهلنا راحوا ضحيتها أكثر من 20 شخص بين جريح وشهيد، أطفال ونساء عجز راحوا اليوم ضحية النظام. المجزرة الذي سكت عنها العالم، نحن الشعب السوري لا نسكت عنها، ونطالب إخواننا الثوار إخواننا الأحرار بفتح الجبهات من جسر الشغور إلى تل تمر وبدون مهادنة وبدون مهاودة. نحن اليوم شعب ملينا من الاتفاقيات، اتفاقيات الزل، اتفاقيات العار. بعد كل اتفاقية في عنا مجزرة وتنتين وثلاثة. نحن طلعتنا هاي لهون لتحريك الجيش الوطني ضد العصابات الانفصالية وضد نظام الأسد ومعه الروسي ومعه الإيراني كمان. هذه المجزرة التي أفاق الشعب السوري على قتل أطفال، أطفالنا هم أطفالنا والله. نحن هنا من مدينة أزاز وبالتحديد من سجو نقول لقادة الفصائل: كفانا ذلا، كفانا هوانا، لنعمل على فتح الجبهات، لنعمل على تحرير جميع مناطقنا من النظام المجرم. اليوم الضامن التركي نحن اليوم على اساس ما راح يعمل اجتماع بطهران مع روسيا وايران اللي عم تقصفنا، من شان ايش؟ يعني هو هنيك بيرك بالاجتماع ونحن هون عم ننقصف، حتى لو اطفالنا عم بقصف المدنيين. والفصائل اليوم ايش دوره؟ الفصائل ايش دوره؟ بس واقف على المعابر، بس تاخذ دولار، بس الخلق هون عندنا في البلد. يعني نحن ما نحكي عن وضعنا، الحمد لله عايشين، بس القصف، الاطفال اللي عم تتقتل، الاطفال اللي عم تستشهد، هي ايش ذنبه؟